وضعيات الأراضي السلالية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادل. تفضل السيد النائب المحترم. السيد الرئيس، السيد الوزير، تعتبر الأراضي السلالية العرشية وأراضي الجيش بؤرة التوتر لما تعرفه من مشاكل بالنسبة لذوي الحقوق والمستثمرين في ظل قانونين يرجعان إلى 1919 و1969. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة وضعية هذه الأراضي لما فيه خدمة التنمية البشرية المستدامة؟ جوابكم السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السيد النائب المحترم، حقيقة هذه الأراضي السلالية اللي كتعرف بعض المشاكل لأسباب عدة، طريقة السير ديالها، القانون المنظم إلى آخره. اللي يمكن نقول لكم هو أن هذه الأراضي الآن هو رصيد عقاري مهم من أجل التنمية، واللي خصو يمشي من أجل التنمية ويتم موبيليزاسيون ديالو ويتم باش يخدم التنمية. القانون اللي هو القانون ديال 1919 اللي بنقول لكم هو الآن أونيفو على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كاين القانون الجديد ديال الأراضي الجموع، الأراضي السلالية، واللي إن شاء الله نحاولوا ما أمكن أنه يخرج في القريب العاجل، والهدف منه هو أنه أولاً يحل بعض الإشكاليات المطروحة في طريقة السير ديالو، وثانياً يمكن من تفعيل الاستثمار وخلق فرص الشغل في المناطق اللي تتوفر على هذا النوع من الأراضي، وشكراً. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير. تنأكد لك ان معالجة وضعية هذه الأراضي السلالية والعرشية وأراضي الجيش السيد الوزير اصبحت ضرورة ملحة باعتبارها رصيدا عقاريا وطنيا يجب ان يخضع تدبيرها لمبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وسمو القانون بعيدا عن كل ما من شأن ان يؤرق الساكنة والمتدخلين كمستغلين من ذوي الحقوق وكمستثمرين في اطار مقاربة تشاركية تضمن حقوق الجميع بعيدا عن اي استغلال للسلطة من شأنه ان يزيد الاحتقان الاجتماعي وتوترا كما هو الشأن بالنسبة لعدة اقاليم وخاصة لاقليم فاس واقليم سيدي قاسم وخاصة قبيلة شراردة. السيد الوزير، هنا في قبيلة شراردة كاين اكثر من 12800 مستفيد وكاين اكثر من 1200 مشكل قضائي. السيد الوزير، السيد الوزير، لا بد للحكومه والدوله. شكرا شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير الداخليه المحترم، فوجئنا السيد الوزير بدوريه توصلت بها السلطات المحليه حول تسليم شواهد تصرف والاستغلال والشواهد الإدارية المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية، مفادها أن تمنح هذه الشواهد فقط لذوي الحقوق الأصليين، شيء الذي تسبب في حرمان مجموعة من مستغلي هذه الأراضي الفلاحية من الحصول على هذه الشواهد. السيد الوزير، الناس كياخذوا الشواهد ديال الاستغلال أكثر من 40 سنة، واليوم قالوا لهم القياد جات لنا دورية من السيد الوزير باش نمنعوهم. السيد الوزير، فين غيمشيو هاد الناس؟ الناس ذوي الحقوق راه جاوا قلال، جابوهم السلاطين العلويين، جاوا قلال. كاين الدور اللي جاوا فيه ربعه الناس دابا راه فيه الالاف المؤلفه. لهذا السيد الوزير، بناء هذه الاشكاليه تحل، الناس راه بغا يسكنوا، راه بغا يتزوجوا، بغا يعزل ولده، راه حبسونا القياد في مراكش. شكرا السيد الوزير. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ اردكم. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بغيت نثير غير جوج الاختلالات. النموذج الاول من اقليم سطات، بحيث ان بعض رجال السلطه لا يحترمون مسطره الكراء هذه الاراضي، يعني اعتماد السمساره، وكيسمحوا للناس اللي رصات عليهم السمساره باستغلال قبل حصولهم على ترخيص مجلس الوصايه. النموذج الثاني من اقليم طنجه، بعض رجال السلطه كيدخلوا في اختيار النواب على المقاس كما وقع مؤخرا مع جماعة المنزلة، بحيث دخل قائد دار الشاوي وعنف ذوي الحقوق اللي احتجوا عليه واختلق مجموعة من الشواهد الطبية، وهاد ذوي الحقوق اليوم راه مراهن الاعتقال. شكرا سيد الرئيس. تعقيب اضافي اخر؟ سيد الوزير.
اختلاف على ذوي الحقوق وسميت والنواب ما يعطيش الحق باش يضربوا القائد. ما يعطي الحق باش يضرب القائد، والقائد تضرب في دار الشاوي وعنده شهاده طبيه ديال العجز والاجراءات جاريه في هذا الباب. ماشي حيت ما تفاهمناش نستعملوا اليدين ونضربوا الناس اللي خدامين ليل ونهار. هذه كنأكد عليها ونقولها. راه هذا القايد ولا قايد اخر اللي كاين نهار كامل هو كي بالليل بال 24 ساعه باش يجي واحد ما نتفاهمش معاه ويضربه، راه غير مقبوله. ونجيو الان نقول له اختلفوا جاب شواهد طبيه ملفقه، راه ماشي شواهد طبيه ملفقه، راه ضربوه والعدل غير يقول الكلمه ديالو. شكرا.